برجع برحب بجميع المشاهدين اللي انضموا لنا هلا بفتح لها الحياه مشاهدينا. ومين منا ما بيحب الابل باي؟ راح تحضر لنا اياها السيده ماريت مصابني. اهلا وسهلا فيك معنا بفتح لها الحياه. ولين صارت جاهزه معك طبعاً كمان؟ طبعا كل شيء مجهزينه، التفاح، التين. بلشي خبرينا شو بدنا نبلش اول شيء؟ اول شيء رح اقول لكم المقادير. نحن بنستعمل بارت فيتي للتارت اوبون، اكيد تفاح، مربى المشموش، بوظه لنزين فيها التارت وقت تخلص، أوكي. سكر ناعم وقرفه بمعدل 20 غرام سكر ناعم مع 2 غرام قرفه، اوكي، صفار بيضه لندهن فيه الداير يعطينا لون حلو هو وقت يطلع من الفرن، اوكي، وبعدين البقيه للزينه. اوكي تفضل. كثير هينه وكثير سهله لتنعمل، رح نعملها سوا. واضح. رح نبلش بصفار البيض، ندهن البات فيتي، عنا اياهم مقطعين. الفورم تبع البات فيكم تحطوها مدوره، فيكم تحطوها طوليه او مثل ما اي حدا بيحب. اوكي رح نبلش بصفار البيض، انا حطيت له شويه ملح لما تطلع ريحه بشعه تبع البيض. فينا ما يكونوا مقسومين هيك ملح نوقف الزنخه؟ ايه نقفل مشان الزنخه. اوكي فيها تكون قالب كبير، فيها تكون مدوره البات، ديبينس كل واحد شو بحب. ايه انا رح اعمل قطع انديفيديوال. رح نبلش نظهر بصفار البيض الداير تبع البات لوقت يظهروا من الفرن يعطونا لون حلو. اوكي الصفار تبع البيضه بيعطي هذا اللون الدوري للبات هي وطهرة من الفرن. بشقرة. فوالا. شغلة كتير هين وديسير كتير طيب ورافيني. ما بياخد وقت. أبدا. وقت يكون واحد محضر الغراض حيا للرسات ما بتاخد وقت. بدي يكون واحد محضر الغراض زين الانجريديان تبعوله. مربى شو معنا كمان؟ مربى المشمش اللي بحب فيه حط مربى التفاح، بس المشمش بطلع اكثر. بس مش شقف. لا انا طحنته بالبلندر. أوكي. هو شقف بجيبه، بس لاستفيد من الفواكه كومبليت بدهنهم كلهم سوا. اوكي بنبلش هيك، بنحط ملعقه مربى على كل وحده. فوالا. ما بنحط كميات كبيره. لا مش كميات كبيره لما نحلى، بس هيدا بيمنع الاسيديتي تبع الحامض تبع التفاح ما يبين. تذكر. وبالنسبه للتفاح ماريات بتفرق شيء اذا كان تفاح احمر اصفر اخضر كمان مثل ما اي ما بقاسي من حب يعني حي للتفاح بس المهم وقت نقصص التفاح مثل ما انا عملتهم بنحطهم مي مسقعه وحامض لنمنع الاكسيداسيون تسود التفاحه لان الانزيم اللي بالتفاح على الكونتاكت تبع الاكسجين بصير اسود داكور وانا ديجا شلت شوي من هون حطيتهم على شقفه لما يضل رطوبه التفاح كثير على البات. أوكي. هلا بنصفهم كمان صف التفاح على التارت كل واحد هو ذوقه في يعملهم بشكل مدور في يعملهم ريكتانجولير مثل شكل البات. أوكي. بس كيف ما حطيناهم بيطلعوا طيبين. فوالا ديسير كثير هين وكثير بريزونتابل خاصة التفاح مع القرفة يعني ما هو القرفة كتير بيلبق طيب. التفاح كتير بيلبق له القرفة بكل الديسير اللي بنعمله دايما وقت يكون في تفاح صاروا ليف لوغو وهلا وقت نخلط مع السكر الناعم والقرفة بيعطينا سوكوتي كراكون وقت ناكلها وزيت الوقت بيشيل الأسيديتي تبع التفاح إذا التفاح شوي حامض. أنا ديجا شلتهم حطيتهم على الشقفة لتسحب شوي رطوبة نو البيض لا قد ايه فترة بنحطهم بالماي ما مهم أول ما يتقشروا ما بيأثر فترة طويلة أول ما يتقشروا بده يتحطوا بالماي مثله مثل الأفوكا مثل البوار مثل حيا الفواكه بتعمل أوكسيداسيون بالهيدا الشامبينيون كمان بدنا نحطها بماي بس ما بنكتر لها كثير ماي لأن بوروز بتشرب ماي صح تشرب المي. اوكي حطينا التفاح رح نخلط مثل ما قلت لك كل 20 غرام سكر ناعم تقريبا 2 غرام قرفه بتعطيها يعني فينا نعتبر فنجان صغير سكر ناعم فنجان قهوه ملعقه كبيره مليانه سكر ناعم مع ربع ملعقه قرفه للبقله التفاح دائما للبقله كثير بالباي ديسير لياكلوا واحد بفكر كتير صعب أو هو كتير هين لينعمل بس مهم يكون واحد محضر الانجريديان مزبوط وبفكر فيه قد ايه في كالوريز بدي ياكل شيء ما بدي ياكل نفسيته بتتعب ما بدي ياكل الكالوريه اللي بدي ياكل هو سمت البدن
بتخلي الواحد يحرق، فسموا بدالكم رجعوا اكلوا ابل باي. هلا صار عندنا دسر حاضر مثل ما هو بده يفوت على الفرن. اوكي. بنحطه تقريبا نص ساعه بالفرن، نكون اكيد محامين الفرن قبل، نحمي الفرن بحراره 180. اوكي. بنحطها بالفرن، بس بدنا ننتبه الافران بتفرق، يعني ديبيندز شو الفرن اللي عندنا بالبيت، بنضل نطلع عليه لتصير كريسبي ودوريل العجينه، وأمامتها التفاح يستوي. أوكي. داكور. أوكي. أنا ديجا حضرت، لأن هون معنا وقت ننطرهم بالفرن. مدام مصابني بيقولوا الفرن يلي هو على الكهرباء أحسن من الفرن تبع الغاز للحلو. مزبوط. لأنه بيعطي الحماوي لكل العائلات. مضبوطة الحماوي. أوكي. أنا ديجا حضرت بالبيت، بس رح كمل الإتابات هون. نعم. يعني بدنا نحسب هلأ شلناهم من الفرن، هاي هي اللي حضرناها. يسلم ضيقين. شفت شو سريعين. الكل مبسط هلأ بالاستوديو. هني وسخنين، بدنا نرجع نحط عليهم شوية مربى. أول شيء لنعطيهم طعمة طيبة، تاني شيء لنعطيهم هالجليز اللمعية يلي بتميز الدسير الطيب. صرتوا على الصور. وكمان بزيادة لون القرفة مع السكر الناعم كمان عطاها لون كتير حلو، بيعطي حلو. ايه حتى العجينة بتضل تقروش، وزيت الشيء التفاح بيكون ملتي بالتم. ولا ما تعتلي هم، it's melting already. started to smell. هيدي بعد في الايس كريم. ايه كمان طبعاً هيدي بعد محضرينا. بعد عنا الكمالة البليتينج، لأن إذا عملنا ديسير طيب وبليتينج يعني الجيم اليوم مش ساعة، رح يكون ثلاث ساعات مينيموم. البليتينج كتير مهم، لأن فينا نعمل أكل طيب بس إذا ما قدمناه بطريقة حلوة. فوالا، أنا جبت البلانش تبعيتي، دايماً بحب أقدم عليها، لأن من سرتو إذا انديفيدويال القطع. فوالا. حط سكر. حطيت سكر ناعم لزين. دائما الزينة بنستعمل تقريبا الغراض يلي موجودين بالروسيت. نعم. It's crispy. Crispy. نحن البوزة دابت عنا. بس على الإيداء. معلش. فوق مش حدا. لا فوق. وأنا رح زين بقرفة، بما أنه أباز دو كانيل كمان بسرتتنا. يعني شو كتير بي يعني ماشي. إذا السيدة عندها عشاء عشية بفيزاليس، ما تعملي قطع هيني كتير، بتكون محضرة الانجريديون بسرعة، بكرة بتحضرها وبترجع بتحطها بالفرن. ايه أسهل من القالب يعني، حتى ما يتقصص، بتحطيها بالفرن بالبراد. أوكي. ودغري على الفرن بتكوني محضرة المربى والتقراض. يعني هني عم بيتعشوا، بتحطها بالفرن بتكون خلصت وجهزها سخنة وطيبة. اكزاكتلي. مع الايس كريم ديسير، تفضلوا. فوالا، ميرسي. رح على الكاميرا. سلم دياتي. فعلا لك ريحتها كثير مبينه انه طيبه، ومثل ما قلتي هينه وسريعه وبتاخذ كثير. ما رح تذوقي لين بدك تذوقي. بلا، مين قال لك؟ هلا حاسب مش انا وياكي من دوق. لا انا بدوق لحالي يعني، مبين. ما بدنا ننصح لوحدنا. في كميات كثير كبيره. مريات شكرا لك، ميرسي كثير على ابل باي. ثانك يو لكم. شهي اكيد ما في شيء. شكرا لك. مشاهدينا رح توقف مع ريبورت عن مركز لا تلقيح النحل بلبنان. تم افتتاح مركز لتلقيح ملكات النحل اصطناعياً وتحسين السلالات مؤخراً بلبنان، وهو أول مركز من نوعه بالعالم العربي. ورح يساهم المركز الموجود بحسرايل بجبل لبنان بتحسين سلالات النحل، وبالتالي رح يزيد إنتاج العسل بالمنطقة. على طول بيكون عندنا مشكلة بالجنراسيون الثانية والثالثة للنحل، وبينتزع وبصير إنتاجه أقل وبصير أجريسيف أكثر وبصير عنده مشاكل. من هون كان المشروع إنه نقدر نعمل صندوق للتلقيح الاصطناعي. التلقيح الاصطناعي هو الحل الوحيد لأن نقدر ننتج ملكي متحكمين بإما وبيا. وشارك بافتتاح المركز خبراء من العراق، مصر، الأردن، سوريا، سلطنة عمان، كما كان في أيضا خبراء فرنسيين. يعني عدد مربين النحل بلشنا بال 2011 كان حوالي 6000 مربي نحل، هلا حسب إحصائيات الوزارة في عنا أكثر من 7500 مربي نحل بال 2016 بهيدا القطاع.
شكرا كثير لكم. عازف الجيتار الارمني اللبناني رافي مندليون، اهلا وسهلا فيك. وايضا بنرحب بنوراير كارتاشيان، ويلكم وذ اس. اهلا وسهلا فيكم. ب 22 تشرين نحن على موعد مع حفل بعنوان بوردرلاند. من شو مؤلف هالبرنامج او برنامجه؟ البرنامج مؤلف من تأليف أنا عاملون يلي بيسبوا بجانر الجاز والأفرو كيوبان لاتين جاز. وبنفس الوقت كمان أنا أخد كوني دوريجين أرمانيا، فأخدت الأغاني الشعبية والفولكلور الأرمني وجربت أعملهم توزيع جديد بالميوزيك اللي أنا ديجا بلعبه يلي هو الجاز. فعملت لهم توزيع بيسب كمان بجانر الجاز والورلد ميوزيك والكمان برازيليان، يعني كثير اكزوتيك الكونسيرت حيطلع. ما في شك من هذا الامر. مثل ما ذكرت حضرتك من اصول ارمنيه، التقاليد الارمنيه واللبنانيه صرنا واحد مثل ما بيقولوا. اكيد. اول شيء شو حسيت انه اضافت بموسيقتك بمجرد انه كمان عشت بلبنان، وشو الهدف من الكونسرت يلي حضرتك عم تحضروه؟ الهدف انا كوني مثل ما قلت قبل شوي موسيقى جاز. نعرف نحن انه الجاز موسيقى شوي اذا بدك صعب العالم يتقبلوها، ومش كل الناس بتقبلوها. مزبوط. فانا هدفي الاول هو اقدر اقرب هالموسيقى للعالم بتوزيع غير بتوزيع يكون شوي قريب للعالم، العالم يقدر يتقبلوها. كرمال هيك كمان جبت دي ميلودي أرمينيا، لأنه مثل ما قلتي كمان قبل شوي الميلودي الأرمني كتير قريب كمان للأورينتال فيل اللي نحن بلبنان منعيشه وبنسمعه كمان مثل ما سمعته قبل شوي. فهل الكومبينيشن حسه رح يقدر يوصل للعالم أكثر، وبنفس الوقت أنا رح أكون عم بعطي المسج تبعي اللي هو الجاز. حلو. قد ايه انت حريص رافي لحتى كمان تنشر صوره للشعب الارمني باذهان اللبنانيين، صوره جديده؟ اكيد. هيدا يعني بحس كل واحد اذا رجع لاصوله وعمل شيء بتصور بيقدر يوصل اكثر للعالم وبيقدر يتقرب منه اكثر، وهيدا مثل ميشن بيقولوا كموسيقى كمان اقدر حافظ على ثقافتي يلي هي ارمنيه ولبنانيه بنفس الوقت. وبحس من وراء هالكونسير حيفتح كثير بواب تقدر كمان اشتغل بالموسيقى اللبنانيه ودخلها بالموسيقى المثال عم. رح نشوف بعض المشاهد عن الفيديو عن الكونسرت اللي رح تحضروه نحن والمشاهدين. أكيد. موسيقى رائعة. فكيف هلا ما ندعي كل العالم مشان يروحوا يحضروا الكونسرت ب 22 الشهر؟ شو بتقول لهم؟ شو رح تحضروا لهم وكيف تدعيهم ايضا؟ بقول لهم انه يلي بحب شوي موسيقى خليه يجي، واكيد انا حيكون مبسوط لانه الموسيقى اللي عم بلعبها اتس انترناشونال، مش لانه بس عم نلعب موسيقى ارمنيه مثل ما قلت لك قبل شوي، موسيقى ارمنيه بس الامبلاج تبعها هي موسيقى عالمية. ونفس الوقت مثل ما سمعنا هيدي جاز فيوجن مثل روك جاز، وفي كان افرو كيوبان لاتين سالسا تشاتشا هيك اساس فيري اكزوتيك. واللي بحب شوي موسيقى حيطلع كثير مبسوط من الكونسرت. في شك من هذا الموضوع. كمان في رح كمان بحب اقول شغله انه كمان في حتكون معنا مغنيه ترافقنا كمان بالارمنيه، رح يكون في مش ارمنيه بس انسترومنتال. نعم. اوكي. مش كلمات والحان ولا كلمات والحانكم ولا اغاني ارمنيه مشهوره؟ لا، اغاني الارمنيه مشهوره. مزبوط. حلو. ايه وي فيري نايس. بتحبوا تسمعونا بعد شيء؟ ايه اكيد. تفضل. رح نسمعكم كمان مقطوعه. اوكي رافي، بس بتتوقف عن شغله قبل. كان عم يعزف لنا اوكي شو اسمها؟ هيدا اسمها دودوك. دودوك.
ودودوك أوكي. هي آلة عمرها 2000 سنة. واو. أوكي. آلة أرمنية. آلة أرمنية تراديشنال. أوكي. أوي. كرمال هيك بنحس هيك الحنين بالأغاني الأرمنية من وراها. مزبوط. هي معروفة أصلاً إنه أرمنية 100%. أوكي. وي وهل رح يعزف عليها هلا هي اسمها بلول يلي هي بتشبه إذا بدك الناي اللي عنا بلبنان بس هيدا هي خشب بس هو عامل فيرسيون له. بالألمنية. إيه. اه اوكي اوكي Thank you very much. Merci. كنتوا في لكم بالكونسرت. شكرا لوجودكم معنا اليوم. مشاهدينا بريك صغير ومنتابع.